وبنرجع مره تانية مع حضراتكم في مطبخنا. زميلتي وصديقتي عزيز رشا نبيل مكمله معايا، منى باعتني بس معانا صديقتنا ريهام عوض اول مره تيجي. وريهام يعني شكلها مخضوض شويه بس شكلها كمان طباخه، عامله لنا مكرونه تيوب محشيه بالفراخ والخضار وبسبوسه بالشوكولاته. ازيك يا بسبوسه؟ الحمد لله كويس. اما هقول لك مكرونه تيوب يا محمد، اهدى اهدى هتعرف. اهدى اهدى. ازيك؟ الحمد لله كويس. بيسالوك كلهم ايه مكرونه تيوب دي؟ مكرونه بتتباع كده يعني تيوبس كده. خلوني اوريكم الخضار والفراخ. خلوني اوريكم المكرونه تيوب ايه اهي، عشان بس كل اصدقائنا يبقوا عارفين احنا بنتكلم في ايه. هي دي اهي اللي تخلط منها اهي، صح كده؟ دي بتتباع؟ اه. وفي كمان اصغر منها كمان، وفي دي بتتباع في السوبر ماركت وكل عليا ان انا بسلقها. اه طيب، ممكن تقولي المقادير ايه واحنا معاكي؟ المقادير مكرونه تيوبس وملح وفلفل، خضار مشكل جزر وبسله اي خضار بنحبه، ونص كيلو فراخ مقطعه صغيره، وبشاميل وجبنه موتزاريلا على الوش. طب يلا 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 نبتدي. هنا نحط هتعملي ايه بقى؟ هحط زيت والفراخ والخضار مع بعض. يلا يا حبيبي انا مش عايزاكي تتكسفي. لا انا كل اما اجيب لك رشا تطبخ. يعني هي رشا عندها استعداد انها تتعلم. طبعا طبعا، فما عندهاش مشكله. واضح ان مفيده، عايزه تدبس المشاهدين. انا عايزه اعمل لك اي حاجه. معاكي. هتحطيها الاول هتشوحي؟ اه اشوح الفراخ الاول. الفراخ دي هتتشوح وبعدين ما بتتبليش الفراخ، بتحطي لها كده على طول فلفل بعد ما بس تاخد لون كده. انت بعدين على طول هاديه كده؟ لا. انت برج ايه؟ الاسد. طب لما الاسد اسد يعني اسد. لا مش هاديه خالص. على ايه مالك مخضوضه من ايه؟ لا الحياه حلوه، ده مطبخ ستات. هو انت شفتي مطبخ تاني غيره؟ لا ده مطبخ ستات، ما عندناش اي مشكله في الحياه. انت كده هتشوحي الفراخ وما بتاخد لون بقى، بنحط معاها الخضار. طيب بس الاول احط لك ملح وفلفل؟ اه. اوكي ادي ادي كده حبه ملح. اوكي وادي الفلفل مظبوط كده. قولي لي بقى انت عندك ولاد؟ اه عندي بيبي عنده سنتين ممدوح. وايه اللي يعني ايه اللي حببك في المطبخ؟ من اول ما اتجوزت يعني انا كان عندي هوايه بس ما كنتش واخده بالي منها. أوه. من اول ما اتجوزت بقى جوزي بيحب الاكل الغريب ومش التقليدي، فمره في مره بجرب وكده. وبتخشي على الانترنت وتجيبي اكلات. أوه. وتجربي والكلام ده كله. هي الاكله دي ايطاليه مش كده؟ اه هي شكلها ايطالي. انت ليكي في المطبخ يا رب؟ اه بحب. بتعملي ايه بقى؟ زيها كده، احب اقعد اخترع اكلات. اه اكلات كده. اه بس ولادي بيحبوا الاكل الايطالي فعشان كده خدت بالي. والله؟ اه ممكن اجي مع مفيده في فقره الطبخ بعد كده. انا امنيه حياتي تيجي تطبخ بره. انا بقى لي 5 سنين في هذا المطبخ. كل اللي بعرف اعمله هو الرز الخضار. لا انت بتقولي دايما كده مفيده، انت بتتكلمي بجد؟ بس انا تقدمت من لا شيء من لا شيء. يعني عندما اتحدث عن لا شيء فانا اتحدث عن لا شيء. لا طبعا الاخوات يعني الاعزاء المخرجين يقولوا لي برضه من لا شيء. لا بس بقيت بعرف اعمل رز وبعرف اعمل مكرونه وبعرف اعمل فاصوليا خضراء وبعرف اعمل صينيه بطاطس. طب دي اكلات صعبه جدا يعني مش سهله. وغير في رمضان يا دودو، بس يعني الموضوع معايا ان انا بعرف ايه الاكلات اللي بعرف اعملها. بعمل رز الشيف شربيني نفسه ما يعرفش يعمله. طب والله العظيم الرز انا عندي رز الشيف شوف يا شربيني برضه مش عارف تعمل الرز. يا دي المشاكل يا دي المشاكل. ده بقى نحط الخضار. ها يلا احط لك الخضار. اه دي بقى انت عامله هنا بشاميل ولا دي ايه؟ اه ده بشاميل. ده بشاميل عادي خالص. اه عادي خالص. هتحطيه دلوقتي مع لا احطه بعد ما ارص المكرونه في البايركس. احطه بقى والموتزاريلا على الوش. والموتزاريلا على الوش. فانت الاول خلاص كده بتشوحيها وبتدخليها كمان الفرن. اه طيب. بعد ما تخلص انا ممكن اقلب لك ده شويه ونقول مقادير. حلو رايك عقبال ما دي تاخد الهسه بتاعت ال. انت ليه قررتي تحطي بشاميل ما تحطيش كريمه لباني مثلا؟ لا البشاميل اللي بيديها كمان شكل حلو وطعم احلى. والله احلى من الكريمه. طب دايما المكرونه دي بيعملوها بوايت صوص. ما هي انا اعتقد ان هي ده البشاميل. طب قولي لي قولي لي بقى مقادير الحلو. بسبوسه بالشوكولاته. البسبوسه دي سميد وكوبايه زبادي ونص كوب سمن، معلقه بيكنج باودر ده للبسبوسه نفسها، وبعد كده الشربات كوبايه ميه وكوبايه سكر ورشه ملح ليمون. انا معاك يا باشا. انت اللي انت عايز تعمله انا بعمله. انا بقلب لك البتاعه دي وبعدين اقوم حاطها لك في الطبق وبعدين تعلمينا الطريقه. احنا بنعمل الاكلتين مع بعض لكل اصدقائنا عشان تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل. نحط بس دي السميد وبعد كده الزبادي. اه اجيب لك حاجه تعملي بيها ولا تحبي تلبسي جوانتي؟ اه البسي جوانتي. تلبسي جوانتي؟ اتفضل. شوفي عندنا انتاج غزير، عندنا كم جوانتيات غير طبيعي.
وبعدين هي بتبقى مخلوطه، انا شايف الشكل بس يعني هي شكلها حلو. ماشي اوكي. انا كده كده استوت ولا لسه؟ ممكن ادخلها الفرن؟ لا لسه لسه شويه. وبعد كده نحط البيكنج باودر. ماشي، معلقتين. وبعد كده الزيت سمنة نسيحها شوية عشان تبقى حلوة. طب خلي بالك عشان ايدك. ها ثانية ثانية اجيب لك يعني ايه معلقة عشان احتياطي عشان ما نرجعكيش مشوهة لجوزك تبقى مصيبة. انا كده اعتقد ان الموضوع ايه خلاص اتظبط. خلصي بقى انتي البسبوسة ونختمها بان احنا نعمل الصينية بتاعت المكرونة التيوب. بس مش حاسه بسبوسه بالشوكولاته تقيله شويه؟ لا ما انا ما بزودش السكر فيها، بيبقى سكرها خفيف فبعادل بقى بين الشوكولات وال اوكي. بس نحط حبه. انت عارفه ان مفيده عامله دايت، احنا خايفين عليها يعني. صح يا مفيده؟ نعم يا روحي. انا هو بس بيكلموني. ف قولي لي انت خريجه ايه؟ ألسن إيطالي. أنت قلتي لي إنك ألسن إيطالي، ما فكرتيش خالص تشتغلي؟ لا فكرت والله، بس عشان بقى البيبي اللي عندي ما بسيبوش خالص وبنزل، ففتحت مشروع كيك برضه، بحب أعمل كيك. أنت عندك صفحة على الفيسبوك؟ عندي صفحة على الفيسبوك. قولي لكل أصدقائنا صفحتي أشجعها يا شباب. صفحتي ديفرنت ديزرت بيكري، أند فيها بقى كل حاجة، بعمل كل حاجة، أعياد ميلاد كاملة من مخبوزات وكيكس وكده. وبيجي لك أوردرز وحركات؟ بيجي. أوه ده أنت كبير بقى، مش واخدة بالي يعني. طب أنا عايز أسألك سؤال برضو شخصي كده بس معلش، هو أنت هادية قوي كده مع جوزك طول الوقت ولا ممكن تتخاني معاه؟ لا مش بتخاني، بس شعنونة. خلي بالك مش هادية. شعنونة؟ يعني شفتي الخبر اللي احنا قلناه الاول، البنت اللي هي عروسه من 9 ايام؟ شفته، قلت الحمد لله انا بعمل فطار لجوزي. عروسه 9 ايام اتخانقت هي وجوزها، قال لها قومي اعملي لي الفطار، فاتخانقت معاه فضربته بالطفايه موتها. والله يا مبارك. فانا مش عايزاكي بقى في مصر الكلام ده ولا فين؟ تلوكلوك بقى في مصر. لا بعمل فطار. مش عايزاكي بقى تلوكلوكي مع جوزك فطار يجي لا ثانية. ايوه عشاء. يعني عارفة ان انت عارفة الرجالة ساعات مخهم يفسس شوية نظبطه. المهم لا بعد جوازهم 9 ايام؟ 9 ايام وحامل؟ مش فاهمة. ماتت. لا انت انت بتقولي 9 ايام شوية متلقاش. نعمل بقى 9 ايام. قال لها قومي حضري الفطار يا حبيبتي. قالت لها مش محضرة الفطار. ولا يا حبيبتي الراجل كان ابن حلال يعني. فاتخانوا مع بعض، الظاهر في الخناقه تطورت فضربته بالطفايه فموتها. بس هي اللي بدات. عايزين انت تعملي زي منى؟ هتعملي زي ما هيعملوا زي هما الاثنين زي منى، هي اللي بدات. طب بس هي اللي ماتت. مش مصدقاكم يعني. مش مصدقاكم بجد. يعني انت عملتي ايه بقى؟ حطيت بقى الشربات كوبايه ميه وسكر، اول ما يبتدوا يغلوا ننزل بقى بملح الليمون سنه صغيره. طب يا تعالي اعملي بقى الاكله الثانيه دي. مش عايزه بس احط البسبوسه دي في في الـ في الـ الصينيه. في الصينيه. اين انت الصينيه؟ اهي الصينيه. فين الصينيه؟ فين؟ اهي اهي. عايزه صينيه غويطه ولا صينيه مش غويطه؟ احنا ما عندناش غير الصينيه دي. يلا عيش صح كده الصينيه. ها يلا ماشي. نعمل سبراي بقى بس نرشه. زقش. اختراعاتهم الجديده. ده اول مره اشوفه. ده ايه بقى؟ ده زيت. ده زيت والله. ده زيت والله. فكره لطيفه الاختراع لكل اللي بيسالني على الاختراع. هذه ازازه بيوفر بتعملها بالزيت كده، تضغط وبعدين تقوم شايل الغطا وبعدين تقوم رش. اختراعات. فكرة اختراعات لطيفة جدا. اختراعات يا ما هتشوفوا. ها انت بعد كده بس ايه؟ خلاص هندخل دي الفرن بقى، وما تطلع نحط عليها السيرب ونقطعها وشوكولاته وخلاص كده وتطلع بالمنظر ده. طب تعالي بقى نحشي المكرونه بسرعه. اهي بصي، هي بسبوسه بالشوكولاته سيرب. انا كنت بعتقد ان عجينه البسبوسه. وانا كنت فاكره ان انت عارفه انا كنت فاكره انك هتحطي الشوكولاته في البسبوسه. في البسبوسه. لا طيب يلا بقى نحاول بسرعه كده توريني انت هتعملي ايه. هتحشي؟ يلا سريعا. أليفو عايزة معلقة ولا عايزة ايه؟ بس جيب لك معلقة صغيرة. معلقة صغيرة خدي دي. 3 معلقة كبيرة بس مش مشكلة. اوكي اجمل حاجة ان هي مفيدة يعني، فيها فراخ وفيها خضار و... عشان البيبيات يعني طالعين جدد. أيوة. لا بياكلوا اي حاجة. هي تيوب.
يعني من جنبين مفتوحه خلاص كفايه كده عشان ما تحطهاش كده عشان هما ايه ادي كده دي اتملت اهي بتحطها بقى كده وتقوم رشين البشاميل والجبنه عليها تطلع بالمنظر كملي بس انا بس تطلع بالمنظر بس برافو عليكي سريعه ومفيده مفيده لا انت عارفه سريعه ومفيده احنا مطبخنا مطبخ مفيش يعني مفيش اسرع من كده طيب قبل ما ريهام تخلص انا بكره عندنا في لو كنت مكاني في حلقه يوم الاثنين قصه غريبه جدا راجل عايز يطلق مراته بس كل ما يجي يقول لها او كل ما يفتحوا الموضوع بتهدده بالانتحار لا هو عارف يطلقها ولا هي عارفه تحسن من نفسها ولا هو عارف يعيش يعمل ايه هل ياخد القرار ويطلقها ومش ضامن فعلا ممكن تنفذ الكلام اللي بتقوله وتنتحر ولا يعمل ايه هو ده موضوع الحلقه بتاعتنا بكره تابعونا واحنا مش عارفين محدش يقول لي انا معرفش لسه الاجابه هنعرفها بكره ان شاء الله بشكر زميلتي وصديقتي رشا ميرسي جدا رشا نورتينا ريهام بسبوسه ميرسي بسبوسه على البسبوسه بشكرك ميرسي ونشوفكم ان شاء الله بكره حلقه جديده 6 12 كده